حاجة مهمة جدا الحقيقة، ومبادرة مهمة جدا، وهي مبادرة أعلنت عنها وزارة الصحة، إن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار بقت بتغطي 14 تخصص بالمجان، وإن عدد المستفيدين من المبادرة وصل ل 3 مليون مواطن، ده بعد ما كان طبعا بدأ بأعداد قليلة جدا، وإن من ضمن المستفيدين هم أكثر من 2.2 مليون، ودول تمت إجراءات ليهم فعلا بتكلفة على الوزارة وصلت ل 21 مليار جنيه. طيب تعالوا نعلق مع بعض على الخبر مع ضيفنا اللي منورنا دلوقتي عبر الهاتف، الدكتور عبد المجيد عبد الله الصحفي المتخصص في شؤون وزاره الصحه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك استاذ نهاد وعلى كل الساده المشاهدين لحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ عبد المجيد. عاوزين نعرف بقى اكتر عن المبادره دي، وهل فعلا قدرت انها تحقق يعني التقليل من قوائم الانتظار؟ احنا عارفين طبعا ان في قوائم انتظار كتيرة جدا، سواء في عمليات، سواء في كشوفات، سواء في جلسات، فهل المبادرة قدرت انها تحقق ده؟ طبعا يا فندم، المبادرة من 2019 لما اطلقتها وزارة الصحة تحت رعاية الرئيس السيسي، اشتغلت على 14 تخصص. ايه اهمها استاذ عبد المجيد؟ مبادرة استاذ رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار. لا، ال 14 تخصص. ال 14 تخصص يا فندم هم شاملين جراحات القلب كلها بأنواعها المختلفة، جراحات العظام بأنواعها المختلفة، تمام، جراحات الرمد بأنواعها المختلفة، القصادر المخية بأنواعها المختلفة وقصادر القلب، عمليات المخ والأعصاب، زراعة الكلى وزراعة الكبد، زراعة القوقعة. دول ال 14 مبادره اللي شغاله عليهم في مبادره قوائم الانتظار، 14 تخصص. تمام، ازاي بقى بتغطي الوزاره تكلفه العمليات دي؟ وطبعا التكلفه بتبقى كبيره جدا. الموضوع ده فيه اكتر من جزء، في النظام الصحي في مصر ينقسم الى جزئين، جزء تامين صحي، التامين الصحي العادي بتاع المواطن العادي اللي هو يشمل الطلبه من الاطفال من عمر يوم لعمر 6 سنوات، وبعد كده طلبه المدارس من 6 سنوات لحد الثانوي، بعد كده النظام والموظفين بتوع الجهاز الاداري في الدوله، ده على حساب التامين الصحي. تمام. الجزء الاخر على حساب نفقه الدوله. طبعا هنا طيب. هنا بقى قبل ما حضرتك تجاوبني بس محتاجه اعرف، اللي على نفقه الدوله الاوراق والاجراءات دايما دايما يعني المستفيدين منها بيقولوا ان هي بتاخد وقت طويل جدا وبيتعبوا جدا على ما بيطلعوها، يعني على نفقه الدوله بيكون الورق مش سهل ان هو يطلع ومحدش بيسهل الاجراءات دي، هل مع المبادره اللي سياده الرئيس عملها موضوع الاجراءات والورق المطلوب على نفقه الدوله بيتسرع اكتر او في تسهيلات اكتر ليه؟ طبعا يا فندم، هو اصلا القصه في نفقه الدوله عشان تبقى الناس عارفه الموضوع باختصار شديد، هو ورقتين ما فيش غيرهم، ولجنه ثلاثيه بيعملها اي انسان راح يعمل نفقه الدوله. العمليات العاجله كلها ما بتتاخرش فيها نفقه الدوله. كل عمليات يعني مرضى الاورام كلهم بلا استثناء، العمليات الطوارئ كلها، اول ما اللجنه الثلاثيه على النت بتشوف القرار بتاعك خلال 48 ساعه ممكن يصدر. 48 ساعه للعمليات الحرجه اللي ما ينفعش فيها الانتظار. بالظبط. في عمليات بارده في الطب ممكن مثلا زي عمليات العظم ممكن ما تحتاجش طوارئ، او ممكن القرار يقعد فيها اسبوع او 10 ايام. هنا الناس بتقول لك انه في اجراءات صعبه، مبادره قوائم الانتظار بقى اختصرت المنظومتين دول في نظام واحد. ايه بقى؟ كل المسجلين في التامين الصحي لهم عمليات، او المسجلين في منظومه نفقه الدوله لهم عمليات، اوتوماتيك اتحطوا على سيستم قوائم الانتظار. اي حد مر عليه اكثر من شهر بيتم توجيهه لاي مستشفى خاص او حكومي عندها مكان شاغر للعمليات. المبادره دي دخلت كل المستشفى اكثر من نص مستشفى. يعني حد اقصى للانتظار شهر يا فندم؟ اه يا فندم، وبيتم تحويلك الى مستشفى اخر لو انت قعدت بقى. يعني الكل اللي على قوائم الانتظار اللي بقى لهم اكتر من شهر بيبتدوا ان هم يتحولوا حتى على مستشفيات خاصه، على مستشفيات خاصه. والوزاره هي اللي بتقوم بتكاليف العمليه. بالتكاليف هنا التكاليف بتتمول من صندوق تحيا مصر، بيتبرع بيساعد كتير في الموضوع. صندوق تحيا مصر بيساعد كتير في الموضوع، وكذلك صندوق قناه السويس برضه ايضا بيساهم كتير في تحمل تكلفة علاجات كتير منهم. تمام. ووزارة المالية في الفترة الأخيرة دعمت المبادرة ب 3.5 مليار جنيه.
طب ده موضوع هايل بحقيقة، وخبر حلو جدا ان احنا نسمعه، ونتمنى ان احنا ينتهي وما يبقاش عندنا قوائم انتظار تماما، رغم ان هي يعني مئات الالاف على مستوى الجمهورية قوائم الانتظار، ولكن ان شاء الله بالجهودات اللي بتقوم بيها الدولة بإذن الله كل حاجة تكون احسن. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ عبد المجيد عبد الله، الصحفي المتخصص في شؤون وزارة الصحة.